مرحبا بكم مشاهدينا في برنامج إيكويتي سبوت لايت والتي نتحدث بها عن استراتيجية التداول. الجميع بلا استثناء يتحدث عن أهمية وجود استراتيجية للتداول وينصحون المتداولون ببناء استراتيجية خاصة بهم ويؤكدون على أهمية هذا الأمر. المتداولون في السوق يشعرون بالضيق عندما يسمعون هذه النصيحة وذلك بسبب عدم فهمهم لمعنى الاستراتيجية ويعتقدون بأن الاستراتيجية تعني الإشارات الفنية لتنفيذ الصفقات أو أنهم لا يعرفون كيفية بناء استراتيجية خاصة بهم. فللحديث أكثر عن موضوع الاستراتيجية يسعدنا أن نرحب بضيفي فيصل أسوادي المحلل الفني المعتمد. أهلا ومرحبا بك سيد فيصل. أهلا بك يا أستاذة لينا، في البداية شكرا على الاستضافة وأرحب فيك وبالسادة المشاهدين، وإن شاء الله نستطيع أن نقدم فائدة للمتداولين بالحديث عن موضوع الاستراتيجية. إن شاء الله. السيد فيصل، نتحدث اليوم عن استراتيجية التداول، ما هو المقصود باستراتيجية التداول وهل هي فعلا بذات الأهمية؟ كما ذكرتي في سؤالك أستاذة لينا، الموضوع هذا شائك جدا وغير من المواضيع، ربما من أكثر المواضيع الغير محببة عند المتداولين في السوق، لأن بناء أو تصميم استراتيجية بحد ذاته أمر معقد وصعب بالنسبة لكثير من المتداولين. أنا من خلال احتكاكي وتعاملي مع الكثير من المتداولين في السوق وجدت أنه ربما نجد بعضهم يكمل أكثر من 5 سنوات أو حتى عقد كامل بدون وجود استراتيجية واضحة للتداول. فما المقصود؟ والبعض يختصر للأسف موضوع الاستراتيجية بالإشارات الفنية التي سيقوم على أثرها بتنفيذ الصفقات. لكن لماذا يختصر البعض هي بمعنى الإشارات الفنية سيد فيصل؟ لو توضح هذا الأمر. لأن الكثير من المتداولين بنسبة لا تقل عن 80% يعتقدون أن سبب النجاح في السوق، الآن لو تحدثنا عن شخص وقلنا أنه ناجح في السوق معناها أنه هذا الشخص قادر على تحقيق أرباح وبشكل مستمر، ونضع خطين تحت بشكل مستمر، لأنه ممكن أي متداول يستطيع أن يحقق أرباح لمدة شهر أو شهرين، ولكن المتداول الناجح بتعريف الجميع هو القادر على تحقيق هذه الأرباح بشكل مستمر. الكثير يعتقد بأن وجود أو الخلطة السحرية أو الخلطة السرية للنجاح في السوق هو وجود استراتيجية يقوم على أثر المتداول بتنفيذ الصفقة، مثل تقاطع متوسطات أو وصول لمستوى دعم أو مؤشر فني أو معادلة رياضية وهكذا. وهذا للأسف عنصر واحد فقط من الاستراتيجية. الاستراتيجية هي وجود استراتيجية واضحة، هي خارطة الطريق. فكما ذكرنا الاستراتيجية هي المنهج التي سيقوم على من خلاله المتداول بتنفيذ الصفقات، بإدارة هذه الصفقات وبمراجعة هذه الصفقات بعد إغلاقها. الكثير يعتقد أنه وجود استراتيجية فقط أعرف متى أدخل في السوق ومتى أخرج، وهذا للأسف أو كما ذكرنا عنصر واحد من العناصر المؤثرة في وجود استراتيجية. من الصعب جدا أو من المستحيل أن تجدي متداول ناجح كما عرفناه القادر على تحقيق أرباح بشكل مستمر لا يكون لديه خطة واضحة واستراتيجية مكتوبة يقوم باتباعها باستمرار وتطويرها طبعا مع الوقت كما سنتحدث عن ذلك لاحقا. طيب كيف يعني نستطيع مثلا شرح له المتداول أو بشكل سهل يستطيع فهم ما معنى الاستراتيجية الخاصة وأهمية هذا الموضوع وكيف يبدأ بتنفيذه والالتزام به وبناء استراتيجية خاصة به بالفعل؟ لو ممكن توضح لنا اياه بشكل سهل سيد فيصل. نعم، هذا سؤال مهم. بالنسبة للمتداول إذا كما اتفقنا أنه الإشارات الفنية تعتبر فقط عنصر واحد من هذه العناصر، قبل أن نتحدث عن العناصر التي من المفترض أن تكون متوفرة في هذه الاستراتيجية أريد أن أؤكد على أهم مبدأ من مبادئ وجود استراتيجية للتداول. هذا المبدأ هو أن تكون هذه الاستراتيجية شخصية بالكامل، يعني مناسبة لشخصية المتداول. نحن نعرف أنه طبعا من المسلمات والمعروف أنه كل متداول له شخصية مستقلة عن الآخر، حتى لو أخذوا العلم من نفس الشخص أو من نفس المدرسة أو من نفس المحاضرة الفنية اللي حضروها مع بعض أو دورة تدريبية، كل متداول له
يوجد لديه سمات خاصة به في التداول. لما أجي أنا أحاول أبني استراتيجية للتداول، راح أشوف إيش الأشياء اللي تناسبني أنا، وأطوع هذه الأشياء عشان تناسبني وأبدأ أستخدمها، لأنه التداول عمل مستمر يومياً. نحن نقوم بتنفيذ صفقات وإدارة صفقات وإغلاق صفقات أيضاً في السوق. إذا ما كانت هذه الاستراتيجية شخصية ومناسبة لي، لن أستطيع في البداية الالتزام بها، ولن أستطيع من تطويرها وتحسينها مع الوقت. لذلك وجود العناصر. نعم. طيب توضح لنا الفكرة يعني بشكل سلس، لو تعطينا مثال. مثال. أنا الآن عن سمات متداول، أحد الصفات التي لديه، وكيف راح يطبق استراتيجيته الخاصة به. لنفترض أن المتداول X من الناس المضاربين اليوميين في السوق، يعني مستحيل أن تنتهي جلسة التداول ولديه صفقات مفتوحة في السوق. يفتح الصفقة ويرغب خلال دقائق أو بالكثير ساعة من الزمن أن يصل السعر للمستوى المستهدف، أو أن يقوم بضرب وقف الخسارة مثلاً وتنتهي الصفقة بخسارة بعض الشيء من رأس المال. لما يأتي هذا المتداول إكس ويحضر دورة تدريبية أو يقرأ كتاب أو يشاهد محاضرة على اليوتيوب، ويجد شخص يشرح استراتيجيته هو ويذكر فيها أنه أفضل مثلاً إطار زمني للتداول أو لتحليل الشارت هو الأسبوعي أو اليومي، ويأتي هذا المتداول إكس اللي ذكرنا أنه متداول يومي ولا يستطيع الصبر بشكل كبير على وجود صفقات مفتوحة، ويقوم بالتزام باستراتيجية هذا الشخص الآخر الذي تعلم منه. هل من المتوقع أن ينجح هذا المتداول؟ بالتأكيد لا. لما يبدأ هو يحلل على إطار زمني يومي أو أسبوعي وهو مضارب قصير الأجل، ما راح ممكن أنه يشوف الإشارة الفنية وتكون صحيحة ويدخل في الإشارة الفنية وتنتهي صفقته بخسارة، أو تنتهي صفقته بصفر بدون أي ربح أو خسارة، لأن ما راح ينتظر لما يوصل السعر للمستوى المستهدف. فهو الآن التزم بإشارة دخول صحيحة، لكن هذه الاستراتيجية غير مناسبة لشخصيته هو في التداول. عرفت إيش المقصود في الموضوع؟ فهو طيب. أنا لما أعرف من سماتي أنا أنه أنا مثلا قليل الصبر وقصير الأجل، ما ينفع أنه أنا أجي ألتزم باستراتيجيات أشخاص آخرين قادرين على الصبر لصفقات مفتوحة لعدة أشهر أو حتى لسنوات. نعم. يعني تعتمد على المدة الزمنية لكل متداول. هذا واحد من العناصر، يعني من أكثر الأسئلة اللي توجه لي أنا بشكل شخصي، إيش هو أفضل إطار زمني للتداول أو تايم فريم؟ البعض يعتقد أنه الأربع ساعات أفضل من الساعة، أو الساعة أفضل من الخمس دقائق، أو طبعاً أكبر خرافة موجودة في السوق أنه كلما طالت المدة الزمنية يعني الشارت الأسبوعي أفضل من اليومي واليومي أفضل من الساعة. هذا الكلام غير صحيح. من الأشياء الأساسية اللي تعلمناها في التحليل الفني أنه التحليل الفني سلس وممكن تطبيقه على أي إطار زمني ممكن. ليش في بعض المتداولين يعتقدون أن الشارتات اليومية والأسبوعية أو هكذا فهموها بشكل خاطئ؟ ليش اليومي والأسبوعي أفضل من الإطار الزمني الساعة والخمس دقائق وغيرها؟ لأنه لما بدأ التداول لم تكن أجهزة الحاسب الآلي موجود، ولم تكن قدرة معالجة البيانات بالقدرة اللي موجودة عندنا اليوم، فما كان في أصلاً الشارتات، كانت تطبع طباعة وتوزع على المتداولين. ما كان موجود غير الشارتات اليومية والأسبوعية، الشارتات الانتراداي الساعة وربع ساعة وغيرها ما كانت أصلاً موجودة، ما كان في أوفر ذا كاونتر بالنسبة للتداول. فأصبح البعض يعتقد لأن المتداولين القدماء كانوا يعتمدون على هذه الشارتات طويلة الأجل أو اليومية أو الأسبوعية، أصبح يعتقدون أنها أفضل من الإطار الزمني الصغير. أنا بالنسبة لي أستخدم إطار زمني متوسط من الساعة إلى الأربع ساعة، لأنها مثل ما ذكرت لك تناسب شخصيتي أنا. أنا قادر على الاحتفاظ بصفقة لعدة أسابيع أو حتى لعدة أشهر، لكن في متداولين آخرين غير قادرين على هذا الأمر. فهذا المتداول أن تطول الفترة الزمنية أكثر من ذلك للي صفاته أو سمات هذا الشخص يختلف عنك، وأنت تعتمد الساعة إلى الأربع ساعات. نعم. لو اليوم أنا وضعت توصية مثلا على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وكان أحد الأشخاص عجبته هذه التوصية وجاء وفتح الصفقة، ممكن هو ينتهي بخسارة وأنا أنتهي بربح.
انا فاتحها مثلا على تايم فريم 4 ساعات، متوقع انه السعر يوصل للمستوى المستهدف ممكن خلال شهر. هو ما راح يجلس، لن يكون قادر على الانتظار لاكثر من يوم او يومين وسيقوم باغلاق الصفقه بغض النظر عن النتيجه. فهذه واحد من العناصر المهمه لبناء الاستراتيجيه، الاطار الزمني. اعرف انا مضارب قصير الاجل، متوسط الاجل او طويل الاجل، واختار بناء على ذلك اطار زمني مناسب في التداول. هذا مهم لبناء الاستراتيجيه. طيب الامر الثاني المهم انه انا اعرف هل انا محلل اساسي ولا محلل فني. الى الان اللي موجودين في السوق كثير منهم لا يعرف هل هو محلل اساسي ولا محلل فني. يعني يسمع توصيه من احد اصدقائه بانه مثلا سعر سهم ما مناسب الان للدخول، ويذكر له السبب الفني، والمضارب الاخر ايضا محلل فني. فياتي هذا المضارب الاخر ويقول لن استطيع الان تنفيذ هذه الصفقه لان السعر العادل للسهم اتوقع انه متضخم اكثر من اللازم، او لان هناك مكرر ارباح بالشكل الفلاني، او معدل الحصول. ويبدا يتحدث في تحليل اساسي، وهو يعرف نفسه بانه محلل فني. فانا من الاول ابغى اعرف انا اي مدرسه. انا ما في مشكله انه اكون انا دامج بين التحليل الاساسي والفني، لكن اذا كان هذا من ضمن استراتيجيتي او القواعد والاسس اللي انا ذكرتها بالنسبه لي وماشي عليها، اوكي ما فيها اي مشكله ادمج اساسي وفني، ادمج اكثر من مدرسه في التحليل الفني مع بعض، ما عندي اي مشاكل. بس انا اكون معرف نفسي على اني محلل فني واتردد في تنفيذ الصفقات، او اخاف واقوم باغلاق الصفقات بشكل مبكر، وابتعد تماما عن استراتيجيتي اللي انا ذكرتها، وانا عارف انا ايش نوعي من المحللين، فهذا ما راح ينجح على المدى الطويل. كما ذكرت لك هناك اكثر من عنصر، منها اعرف انا ايش نوعي من التحليل، اعرف هل انا المده الزمنيه، والامر الثالث المهم جدا جدا واللي يغفل عنه كثير من المتداولين، الاداره الماليه وحجم العقود والصفقات المناسب لكل صفقه. انت اليوم ممكن او انا اكتب استراتيجيه وتكون اشارات الفنيه جيده، وعارف انا ايش نوع المده الزمنيه اللي انا ملتزم فيها في التداول، لكن ما عندي اي تعريف للاداره الماليه. ممكن انت استاذه لينا انت عندك قدره على فتح صفقات بمخاطره ماليه 5% لكل صفقه، لكن انا ما عندي قدره، لانه انا شخصيتي مثلا كذا، ما عندي قدره اني استحمل اكثر من 1% في الصفقه الواحده. فما راح اقدر اطبق الاستراتيجيه الناجحه اللي انت جالسه تشتغل عليها واجي اطبقها على نفسي، لانه هذا الشيء غير مناسب لي. فهمت ايش المقصود؟ نعم. طيب أود أن أسألك، بما أنك دخلت في حديث التحليل الفني والتحليل الأساسي، تقول أنه الدمج بين التحليل الفني والتحليل الأساسي، وأنا معك في هذا الدمج، هل تعتقد أن الذي يعتمد فقط على التحليل الفني سوف يكون من سمات المتداول الناجح، أو الذي يعتمد على التحليل الأساسي هو من سمات المتداول الناجح؟ أحيانا الفرق مختلف بين التحليل الفني والتحليل الأساسي، يعني النظرية لا تنطبق على سواء كان على التحليل الفني أو التحليل الأساسي. أنا ذكرت لك قبل هذا السؤال واحدة من الخرافات الموجودة، والآن راح أذكر لك أكبر خرافة موجودة في أسواق التداول بشكل كامل، وهي الاعتقاد بأنه يوجد نوع من أنواع التحليل الأساسي أو الفني أفضل من المدرسة الأخرى. البعض يعتقد بأن التحليل الأساسي أفضل من التحليل الفني، والبعض يعتقد الآخرين يعتقدون، بالرغم من أن العاملين الاثنين لا يشكلون في أفضل الحالات أكثر من 15% من معادلة النجاح في التداول. ولذلك لما اليوم أجي أنا أستاذ لينا وأقول لك أنه في المتداول X ناجح في التداول، ممكن أول شيء نفكر فيه نحن أنه هذا الشخص عنده استراتيجية ممتازة في التحليل الفني أو استراتيجية ممتازة في التحليل الأساسي، وهذا غير صحيح. يعني جاك شواغر لما كتب الأجزاء الثلاثة أو الأربعة من كتاب ماركت ويزارد اللي هو أساطير السوق، كان جالس يسوي انترفيو مع متداولين وشاف نتائج التداول، أعطوه الريبورتات وشاف نتائج التداول أنهم محققين أرباح ممتازة، ومع ذلك لم يكن هناك أي واحد من هؤلاء المتداولين مشابه في طريقته في التداول للمتداول الآخر. كان بعضهم محللين أساسيين، بعضهم محللين فنيين يتبعون مدرسة مثلا مثل إليوت والموجات، والبعض الآخر تحليل كلاسيكي، وبعض آخر والبعضهم كان يدمج بين الاثنين، بعضهم كان يفتح الصفقة تستمر لسنوات مثل كيم روجرز وغيره، بعض كان يفتح صفقات لمدة 5 دقائق ولا 10 دقائق مثل تودر جونز وغيره.
فلا يوجد تحليل أساسي أو تحليل فني، وأصلاً الإشارة الفنية اللي نحن على أساسها نطوب بتفعيل الصفقة لا تشكل، لن يكون لها أي أثر بعد تنفيذ الصفقة نفسها، لأن الأسواق تسير بناء على مثل ما يعرف الجميع بناء على العرض والطلب. أنا لما أحط الطلب اللي عندي وأنفذ الصفقة بناء على الإشارة الفنية أنا انتهى دوري في السوق. الآن أنا محتاج لمتداولين آخرين يقومون بالشراء بسعر أسوأ من السعر اللي أنا شريت فيه عشان السعر يصعد ويوصل للمستوى المستهدف. فلا التحليل الأساسي أفضل من التحليل الفني في اعتقادي، طبعا مع احترامي لكل وجهات النظر، ولا التحليل الفني أفضل من التحليل الأساسي. الأفضل منهم الاثنين مثل ما ذكرت لك في بداية هذا اللقاء اللي يناسبني أنا كمتداول. أنا وجدت أنه ناسب بين التحليلين الفني والأساسي. أنا بالنسبة لي وناسبني التحليل الفني واستمريت فيه، لكن أنا قابلت كثير من المحللين الأساسيين اللي يحققون أرباح، وقابلت كثير من المحللين الفنيين اللي يتبعون مدارس مختلفة بالكامل عن الشيء اللي أنا أشتغل فيه ومع ذلك يحققون أرباح باستمرار. لا يوجد طريقة واحدة للنجاح، ولكن يشترط طبعا وجود استراتيجية واضحة للتداول. طيب، يعني هناك من يعتقد أن المتداول الذي ليس له علم بأساس التداول أن يستثمر يعني يضع يستثمر الأسهم أو التداول أو الفوركس أو العملات أو أي من المعادن الأخرى كطويل الأجل، فهل هذا الكلام صحيح؟ والله الفكرة يعني مدة طويلة وليست قصيرة. التداول على المدى الطويل لا يغني يعني عن موضوع أنه هل حيحقق أرباح ولا لا. أنا عندي فكرة ومقتنع فيها أنه الشخص اللي ما هو فاهم إيش هو في إيش هو جالس يشتغل بالضبط لن يحقق أرباح، لا على المدى القصير ولا على المدى الطويل. هذا اعتقادي. الشخص اللي قادر يحقق أرباح لن يستطيع بسهولة تحقيق هذا الأمر إلا بعد مرور سنوات. يعني أنا لو ذكرت لك باختصار مثلاً واحدة مثلاً من الاستراتيجيات الموجودة، في استراتيجيات كثيرة سهلة جداً يتبعها متداولين ويحققون منها أرباح، لأنه يوجد أمر مهم غير أن هذه الاستراتيجية تكون شخصية مناسبة لشخصية المتداول أقصد. الشيء الثاني الالتزام بها بالكامل 100%. أنا ما راح أستفيد شيء لو سويت استراتيجية وما التزمت فيها، وإذا ما سويت استراتيجية طبعاً هذه راح تكون طمة الكبرى. يعني كما تقول الحكمة التخطيط الفشل في التخطيط السليم هو تخطيط سليم للفشل. أنا لما ما يكون عندي قاعدة وأساس أنا جالس أشتغل عليه وأنفذ الصفقات أصلاً راح أكون عرضة لكل التوصيات في الوسائل التواصل الاجتماعي، وراح أكون عرضة للتأثير على قراراتي أنا اتخاذ القرار عندما أسمع آراء المتداولين الآخرين. يعني اليوم أنا لو جيت وشريت يورو دولار وما عندي استراتيجية واضحة، وجيت أنت أستاذة لينا أخبرتيني بأن اليورو قد يواجه هبوط وقد يواجه ارتداد سلبي وهكذا، بعدم وجود استراتيجية عندي لمتابعة هذه الصفقة على الفور قد أقوم بإغلاق هذه الصفقة، أو قد أقوم بإغلاق هذه الصفقة وفتح صفقة معاكسة. فهذا يبين لنا أهمية وجود الاستراتيجية المكتوبة والواضحة والالتزام بها طبعا. طيب، لنفرض أنا أريد أن أقوم ببناء استراتيجية خاصة بي، ما هي الخطوات السهلة أو كيف أبدأ بخطوات لتكوين استراتيجية خاصة؟ في البداية طبعاً لازم أتعلم الكثير من التحليل عشان أشوف إيش اللي يناسبني من مدارس التحليل المختلفة. مثلاً لنفترض أنا اليوم تعلمت التحليل، أنا اليوم بادي في السوق وتعلمت حضرت دورات تدريبية أو شاهدت محاضرات إلى آخره، ووجدت أنه موضوع استخدام معادلات رياضية أو الألغوريثم أو الأشياء هذه لا تناسبني، وجدت أنه كل ما كان الشارت فاضي وواضح مناسب أكثر، فقمت باعتماد استراتيجية. هذه الاستراتيجية هي الشراء عند وصول السعر لأي مستوى دعم والبيع عند وصول السعر لمستوى مقاومة. على فكرة هذه استراتيجية العمل على الارتدادات. بعدين أنا عارف نفسي أنه أنا قادر أن أفتح صفقة وما أتأثر فيها لمدة أسابيع أو أشهر، لذلك وجدت أن المضارب مثلا متوسط الأجل، فاعتمدت على الشارتات الأربع ساعات واليومية، فالآن أنا أيضا انتهيت من المدة الزمنية. جئت بالنسبة للإدارة المالية،
أنا من الناس مثلا المتداولين اللي أنا جالس أعطي مثال، ما جالس أتكلم عن نفسي. نعم ممتاز. أي نعم، من المتداولين اللي ما أحب يكون عندي درو داون. درو داون هو الفرق بين أصل الحساب وقيمة الحساب. يعني أنا إذا أصل الحساب عندي 50,000 دولار وهبط إلى 25,000 دولار، فمعناها الدرو داون عندي 50%. فأنا ما أحب يكون عندي درو داون أكثر من 10% مثلا. لذلك راح ألتزم كل صفقة مثلا 1%، وراح ألتزم أنه ما يكون عندي أكثر من 5 صفقات مفتوحة في السوق. لو ظهرت إشارة فنية جديدة لن أقوم بتنفيذ صفقة جديدة. ثم العمل بعدين، الشيء الرابع، لسه في شيء، عنصر خامس. العنصر الرابع هو الالتزام بشكل كامل بهذه الاستراتيجية. العنصر الخامس اختبار وتحديد فعالية هذه الاستراتيجية. ما أجي للأسف ممكن اليوم نشوف 10 متداولين ولا 20 متداول يحضروا محاضرة فنية أو دورة تدريبية عن شخص، وتخلص الدورة التدريبية من أول صفقة ولا صفقتين خسارة، ينسلخ عن هذه المدرسة اللي تعلمها ويذهب يبحث عن مدرسة جديدة. أكثر الخبراء يقولون اختبار الاستراتيجية دائما يكون بعد كل 20 صفقة. يعني أنا بعد 20 صفقة أبدأ أراجع استراتيجيتي كانت مناسبة ولا لا، وهذا أمر مهم جدا. البعض يعتقد أنه الاستراتيجية مثل النقش على الحجر، خلاص مرة واحدة أنا أسوي استراتيجية وانتهى الموضوع، وهذا أمر خاطئ. المفروض أنها يتم باستمرار مراجعة هذه الاستراتيجية وتحسينها. يعني واحد من المضاربين الكبار جدا، من أشهر المضاربين في السبعينيات وبداية الثمانينيات، ريتشارد دينيس وشريكه ويليام إيكار، كانوا من أكثر المتداولين تحقيق أرباح، وعملوا تجربة معروفة بالتيرتل تريدينج، وحققوا أكثر، المتداولين اللي علموهم حققوا أكثر من 175 مليون دولار من منتصف الثمانينيات إلى بداية 2000، وهم في خسائر مستمرة. حققوا خسائر في محافظهم بعد أن كانوا في القمة أكثر من 50%، حتى أن ريتشارد دينيس قام بكتابة خطابات بنفسه لكل المستثمرين يعتذر فيه عن الخطأ اللي صار. إيش الخطأ اللي صار؟ نحن لما نشوف مثلا مضارب مثل ريتشارد دينيس ولا ويليام إيكارت ولا جيرومي كيفلر أو غيرهم، نعلم أنه هذول عندهم إدارة مالية صحيحة. فإذا هذا المضارب عنده إدارة مالية صحيحة، ليش كان في القمة وبعدين هبط؟ بسبب التزامه باستراتيجية واحدة وعدم تطوير هذه الاستراتيجية مع الوقت. أنت ممكن أستاذة لينا تعجبك مثلا، أو الفكرة اللي أنا ذكرتها أنه الشراء عند مستويات الدعم والبيع عند مستويات المقاومة، لكن لما يكون السوق في صعود في حالة الترند ويكون في هبوط في حالة الترند، هذه الاستراتيجية ما راح تنجح. يعني يجب الخمس عناصر من الاستراتيجية التي ذكرتها يجب أن تنطبق كلها، يعني مترابطة مع بعضها البعض، لكي يتم تحقيق مبدأ الاستراتيجية. في أحد المرات سألني أحد المتداولين عن موضوع الاستراتيجية قريب من الموضوع اللي جالسين نتحدث فيه، وذكرت له خطوات كثيرة عن بناء الاستراتيجية، وأنه هذا الموضوع مستمر لا نهاية له. لا يمكنك بناء مثلا إكسبرت تداول آلي والاكتفاء بهذا الإكسبرت مثلا، لابد على الدوام من مراجعته. لما ذكرت له هذه الأشياء كاملة قال لي أنت جالس تصعب الموضوع. ليش جالس تصعب الموضوع؟ ما هو التداول أصلا صعب إلى الآن. أكثر الإحصائيات تقول بأن 80% من المتداولين يخسرون في السوق، وفي دراسات أخرى تقول أنه 95% من المتداولين يخسرون في السوق. في دراسات وصلت إلى 98%. صحيح. التداول صعب، كلنا نعرف أنه التداول من أصعب الأمور اللي نحن نكون قادر فيها أي شخص على تحقيق أرباح بشكل مستمر. طب أنا كيف أسهل؟ أصعب الموضوع شوي ببناء استراتيجية، وأستحمل وأكتب استراتيجية بشكل واضح، وأعرف أنا إيش صفاتي في التداول، لأنه أنا جالس أتداول بشكل يومي. إذا ما كان الموضوع مو سهل بالنسبة لي ما راح أقدر ألتزم فيه، وأشوف أنا إدارة المالية المناسبة والإطار الزمني المناسب بالنسبة لي، وألتزم فيه كامل، وكل فترة أعدل فيه، كل فترة أعدل فيها، لأن ما في استراتيجية راح تناسب على الدوام. ممكن أنا تربحني 3 شهور 4 شهور بعدين يتغير وضع السوق، وكلنا نعرف يعني الكلمة المعروفة أن السوق أكبر من الجميع وأضخم من الجميع. فلا بد أني أنا أطوع استراتيجيتي بما يتناسب مع حالة السوق، لا أن أقوم بتطويع السوق بناء على رغباتي أو توقعاتي بالنسبة لحركة السعر. طب هل
يحصل مضمون بعد كل هذه الخطوات برأيك؟ طبعا لا، المتوقع انه لن يقوم اي متداول بتحقيق ارباح بشكل سريع، لكن بوجود استراتيجيه وهي العنصر رقم واحد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ممكن انها تساعد المتداول انه يوصل. لانه انا الان تخيلي مثلا انه في 10 ملاك اسهم قرروا اختيار رئيس مجلس اداره، قرروا مثلا اختياري انا رئيس مجلس اداره لشركتهم، وبدات الدوام اليوم، وفي اخر العام جلسوا معي وسألوني إنه أنت الآن كملت سنة كاملة، نحن ما لنا عارفين إيش الاستراتيجية اللي أنت شغال فيها. هل تتوقع إنه إجابتي لهم لو قلت بأنه لا يوجد هناك استراتيجية، خلونا شغالين والرزق على الله؟ المتوقع من هؤلاء طبعاً القرار الأول هو الطرد، طرد هذا الموظف من الشركة. والشيء الثاني المتوقع إنه لن يحكم بتحقيق أرباح. لكن مع وجود استراتيجية أنا جالس أزود فرص، جالس أزود فرص. الربح عندي صاير، وحتى لو أصلا ما حققت ربح على الفور أنا راح أستطيع أن أتحكم موضوع اتخاذ القرار. واحد من أصعب الأمور اللي تصعب التداول على المضاربين في السوق هو أنهم بحاجة لاتخاذ قرار كل يوم، هم بحاجة لاتخاذ قرار. هو ما هو مثلا التداول في السوق ما هو مشروع فتحناه وشغال، لا، أنا كل ما أبغى أزيد وأربح لازم أخذ قرار بالشراء أو بالبيع. فأنا لما أكون عندي استراتيجية مثلا أنه لما أشتري مثلا عند مستوى دعم، طبعا أنا أعطيت مثال أساسي جدا، هو ما في استراتيجية بس الواحد يشتري، لكن لو أنا عندي استراتيجية أني أشتري عند دعم وبيع عند مقاومة مثلا، أنا الآن قمت بتحييد موضوع اتخاذ القرار. أنا الآن شريت لأنه السعر نزل عند مستوى دعم، وبعت لأنه السعر وصل عند مستوى مقاومة. أنا الآن تخلصت من موضوع الخوف والتردد والقلق عند التداول. ولما الواحد ينتهي من الموضوع النفسي، موضوع الأرباح والتحليل الفني والأساسي، نحن أنت ذكرتي قبل قليل موضوع التحليل الفني والأساسي، التحليل الفني تعلمه سهل جدا بكل مدارسه المختلفة، والتحليل الأساسي أيضا سهل جدا. الصعب هو تعلم التحليل أو الحالة الذهنية والنفسية الصحيحة للمتداول. هذه الاستراتيجية إذا استطاعت أنه تساعدني على أني أقوم بتحييد موضوع الخوف والتردد والقلق والطمع وغيرها، طيب بإذن الله راح يكون نتائجي أفضل بالتأكيد، وأكون أقرب للنجاح من أي متداول آخر. طيب فيصل، ذكرت الحالة النفسية والذهنية للمتداول، إلى أي مدى الحالة النفسية والذهنية للمتداول تؤثر على اتخاذ القرارات؟ واحد من أكثر المتداولين اللي تم ذكره في الكتب وقدم دورات تدريبية لكثير من المتداولين اسمه فان ثارب معروف، ذكر أنه موضوع الحالة النفسية والذهنية تشكل 100% من معادلة النجاح. أنا ما راح أروح مثل ما راح فان ثارب، لكن أنا راح أقول أنها لا تقل بأي حال من الأحوال عن 60% من معادلة النجاح. يعني نعم. 60% أحيانا الأسواق تتحرك على أساس نفسية المتداولين. نعم، هذا على باستمرار. وواحد من أكبر الصعوبات اللي يحاول المتداول يسويها في السوق هو التحكم بالأشياء اللي من المستحيل أحد يستطيع أن يتحكم بها. إنه وهذا من أبسط الأشياء، لما المضارب يحاول يعرف أين سيتجه السعر. أنا اليوم لما أحاول أعرف أين سيتجه السعر، أنا جالس أحاول أتحكم بأشياء لم أكن ولست الآن قادر، ولن أكون في المستقبل أيضا قادر على معرفة هذا الأمر. فموضوع أنه الحالة الذهنية والنفسية عندي صحيحة، لما أنا أكون عارف أنا إيش أبغى من السوق، وعارف أنا سمات التداول اللي عندي اللي معروفة، وعارف أصلا السوق كيف جالس يتحرك. أنا لما أعرف السوق أنه يتحرك، للأسف أستاذ لينا الكثير يعرف، لو قلت لي إيش هو السوق الكل فسيخبرك المقال الذي يلتقي بالمشتري والبائع واتفقون على السعر والأسعار تتحرك بناء على عرض والطلب. أكثر من 80% من المتداولين لا يعرفون ما معنى العرض والطلب. يعني إذا أنا ماني عارف السوق كيف جالس يتحرك، كيف راح أقدر أتحكم بالحالة النفسية والذهنية الصحيحة اللي أنا لازم ألتزم فيها لكي يكون قادر على تحقيق أرباح بإذن الله؟ يعني يجب التعلم بداية ثم يبدأ التداول. التعلم قد يستغرق وقت، التعلم التحليل الفني والأساسي ما راح ياخذ وقت،
اللي راح ياخذ وقت هو محاولة احتراف هذا الموضوع ومعرفة ايش هي الامور المهمة لتحقيق الارباح. ولن تقل، اعتقد انها لن تقل لاي متداول في البداية اذا يعني التزم يجب معرفة السوق بشكل كامل حتى يستطيع أن يتخذ القرار، هذا ما أقصده بالضبط. معرفة السوق، ليس معرفة كل العوامل المؤثرة في السوق، لكن على الاقل نعم يعرف ايش هي مثلا التحيزات اللي موجودة عند المتداولين، ايش هي الامور النفسية اللي تؤثر في نحن نعرف الخوف والطمع، على فكرة الطمع الكثير يتحدث، الخوف والطمع هو المحرك نعم لاسواق المال. الطمع لا يشكل اكثر من 5% اصلا من لكن حركة السوق. هناك يعني هناك من فقدوا أموالهم بسبب الطمع. نعم، هو ليس بسبب الطمع بشكل كامل. انا اليوم استاذة لينا لو جيت واخبرتك ان انا خسرت في اليورو دولار مثلا اليوم خسرت 100,000 دولار، وتسأليني إيش السبب، راح أقول لك يمكن الطمع، بس هو مو الطمع، ممكن أنا شفت سعر اليورو جالس يطلع بشكل قوي وخفت من ضياع الفرصة. الخوف هو المحرك الرئيسي في أسواق المال، خوفي من يعني ضياع، الخوف هو المحرك الأساسي. الخوف هو 90% إلى 95% من، وبعدين الطمع. يعني نحن الآن لما نتعرض للخطر أستاذة لينا بشكل طبيعي غير السوق، برا خارج السوق، اما انا اليوم الخوف هو القلق أكيد، نعم. لما اتعرض لخطر ما راح افكر باكل وبشرب وبكماليات، ما راح اطمع باي شيء، بس راح افكر بالامور الامان والسلامه والنجاه. طبعا بعد ما تتوفر هذه الامور وابدا راح ابدا افكر بالمال وبالمناصب فالطمع تاثيره بسيط جدا في السوق، التاثير الاساسي هو على الخوف، فهو واحد طبعا من اصعب الامور اللي يمكن ان الشخص يتغلب عليه مع الوقت. وخاصة في وقتنا الحالي الخوف والقلق يؤثر بشكل كبير على المتداولين سواء في الأسواق العالمية أو في أي سوق آخر باتخاذ أي قرار سواء كان على الذهب، على النفط، على الأسهم العالمية صحيح. في ظل الظروف الحالية بسبب جائحة الكورونا وكل هذه الأمور الأخرى. الإنسان قادر على الدوام، تذكر الأمور السلبية التي حدثت معه واسترجاعها للوقت الحاضر. أنا لما أخسر في، إلى الآن على فكرة، مثلا لو تحدثنا في العملات، إلى الآن في ناس تخاف من التداول أو إبقاء صفقة مفتوحة بسبب ما حدث في الفرنك السويسري قبل 5 سنوات في 2015، مع أنه كانت حادثة استثنائية جدا وربما لن تتكرر حتى، ومع ذلك الناس إلى اليوم يخافون من هذا الأمر. ما حدث مع الفرنك عندما حدث فك الارتباط إلى آخره، مع أنه حادث فردي، لكن نحن دائما تلتصق هذه الأمور. اللي شغالين في السوق السعودي ما زالوا يتذكرون مثلا ما حدث في 2006 ويعتقدون بأنه سوف يحدث لاحقا. فموضوع الخوف مهم جدا. أنا بالنسبة لي، وهذا رأي شخصي، أشوف أنه دراسة الحالة النفسية أنا لو أخير بين متداولين اثنين، يجيني المتداول ألف حالته النفسية والذهنية ممتازة لكنه ضعيف في التحليل الأساسي والفني، ضعيف جدا في التحليل الأساسي والفني، وشخص آخر محترف في التحليل الأساسي والفني وضعيف في موضوع الحالة الذهنية، أنا راح أستخدم أو راح أوظف الشخص الأول وأفضله بكثير على الشخص الثاني، لأنه هذا تعلم الصعب وبقي له القليل، هو تعلم التحليل الفني والأساسي. الشخص الآخر احترف، نراهم أصلا بشكل يومي محترفين ومحنكين وخبراء في التحليل الأساسي وفي التحليل الفني، ومع ذلك غير قادرين على تنفيذ صفقات بشكل صحيح، غير قادرين على إدارة هذه الصفقات بشكل صحيح، وغير طيب قادرين أيضا على الخروج منها بأقل الخسائر في حال ساءت الأمور، وهم عرضة بشكل كامل للمشاعر والأحاسيس اللي يشعرون بها مع الوقت. طيب فيصل باختصار، سمات المتداول الناجح. سمات المتداول الناجح يعتمد على 3 محاور. الحالة الأولى، عنده حالة نفسية وذهنية صحيحة. الحالة الثانية، عنده إدارة مالية صحيحة. أنا لما أقول إدارة، إلى الآن لما نذكر إدارة مالية، البعض يعتقد إدارة مالية أنه هذا يعرف كيف يصرف ويعرف كيف يجيب الريال، هذا ما هو إدارة مالية. إدارة مالية هو موضوع شيء مثل بوزيشن سايزنج، حجم الصفقات والعقود المناسب بناء على رأس مالك وبناء على شخصيتك أنت. الأمر الثالث والأخير، أقلهم تأثيرا في معامل أو عامل النجاح في أسواق المال بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، هو التحليل الفني أو التحليل الأساسي. الكثير للأسف يعطي وزن وأهمية
مارك دوغلاس يقول لم أجد أمر أخذ مدح أكثر من اللازم مما لاحظته في التحليل الأساسي والتحليل الفني. يقصد أنهم أخذوا مدح أكثر من ما يستحقون، لأنه التحليل كما ذكرت لك، لو اليوم أنا جلست مع 10 متداولين مختلفين وكلهم قادرين على تحقيق أرباح، وقمت بمراجعة ما يقومون به بشكل يومي، سأجد أن كل واحد منهم يستخدم استراتيجية مختلفة عن الآخر. لا التحليل الكلاسيكي أفضل من الإليوت، ولا الهارمونيك أفضل من المؤشرات، ولا التحليل الأساسي أحسن من التحليل الفني، لكن هذا الأمر يطول شرحه. بالفعل يعني فيصل، الاستراتيجية وأهمية وجود الاستراتيجية مهمة للتداول، ويجب تصميم وبناء استراتيجية خاصة بالفعل للمتداول فيصل، بناء على شخصية المتداول. نعيد نركزها أن تكون مناسبة لشخصيته، على شخصية المتداول والحالة الذهنية والنفسية للمتداول، ربما هي من أهم صفات الاستراتيجية. فيصل أسواقي الخبير الفني المعتمد، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا، نكون بذلك قد وصلنا إلى ختام أو حلقة إيكويتي سبوت لايت. أشكركم على طيب المتابعة. شكرا لك يا أستاذ.